اسمي سمر داود إبراهيم عياش. هلأ أنا لما صابني مرض السرطان كان عمري 24 سنة، فأنا أول ما وصلني الخبر اللي كان عندي مربوط غير إنه حالة الوفاة، يعني كمان كبنت كان عندي شعلة إنه شعري رح يسقط، كيف رح يصير شكلي، كيف رح يتغير كأنثى، بتضل غير عن الشاب، فكان هذا اللي ببالي. وبعدين في النهاية كان أكيد إنه حالة وفاة. هلا بس اللي صار إنه لما أنا اكتشفت كانوا يطمنوني إنه نوع السرطان اللي عندك مش نوع قاتل، نوع زي ما كانوا يحكوا، يعني بتذكر الجملة ضلت في بالي شفاء، بس ضليت مش مصدقة. أنا اسمي عبد الناصر. بعد 6 شهور نزل وزن تقريبا من 80 كيلو ل 60، والست شهور التانيات نزل من 60 ل 49 كيلو. فروحت عند الدكتور فحصني بطني، قال انه معك جرثومه، انه هذا الاشي تراجع فيه دكتور اورام دم. ففاجأني بكلمه سرطان الدم. طبعا انا يعني مش معرفتش اولها وين اروح. لما عرفت كان عندي مربوط في الموت، انا في نفس الوقت ما كنت مستوعب انه عندي اشي كتير كبير، لانه كمان الدكتور ضل يخفف ويحكي لي انه لا وضعك سهل، مش كتير صعب، مش زي غيرك، ما تقلقي. فهذا اعطاني بوش على اني انا افكر انه لا رح اطيب من هذا المرض. صرت ادور على احسن مراكز، على احسن محلات ممكن اتعالج فيها. طبعا معروف انه مركز الحسين للسرطان هو من المراكز الوحيده اللي بتعالج مرض السرطان، فراسا توجهت له. The King Hussein Cancer Center is the only comprehensive cancer center in the entire Middle East. Over 100,000 visits every year. We are really convincing the whole world that cancer treatment is doable in the developing world. We do have the access to the latest techniques, the latest drugs and latest methodology and imaging studies and dealing with the cancer patient. And we offer really very specialized cancer care, especially certain cancers that are difficult to manage. When we first started working at the King Hussein Cancer Center, we obviously focused first on treatment. Because if we were to show that people can survive cancer in the first place, then you really have a chance to battle the taboo about cancer. We see patients from neighboring countries, Palestine, Iraq, Yemen, Sudan, Syria. They come here because there are very little other options. وأنا من أبناء قطاع غزة المقيمين بالأردن. أنا شغلي بالوسط التجاري عبسطة، أبيع يعني أطلع مصاري. فلما أنا مرضت بعت البضاعة بالمستودع عشان أدفع للمستشفى، لأنه الحمد لله كل شهر بروح باخذ دواي، و ساعتين ونص ثلاثة بكون نهاية كاملة. يعني المؤسسة ما قصرت معي بإشي، فحوصات تكون العلاج المناسب وكل شيء. ما بقدر أوصل للحالة هاي. The model is working incredibly well, in a way unfortunately too well, as we are overwhelmed with demand for treatment. We have no choice right now but to expand by building 2 towers to increase capacity for cancer care. The expansion is tantamount to a life-saving space where nobody will be turned away. We have been very lucky that our survivors have also wanted to give back to the community. بالفترة اللي كنت بتعالج فيها بمركز الحسين للسرطان، هذيك الفترة كنت بتعامل مع مرضى وكنت حاسة إنه الجانب النفسي كتير مهم. سمعت عن مؤسسة الحسين، فلما قدمت فيها شغل الحمد لله انقبلت فيها. صدفت كمان البرامج اللي اشتغلت عليها كانت برامج لها علاقة بالأمور النفسية، اللي هو الموضوع أو المسج اللي أنا جد بوصله لكل حدا. فهاي الفكرة إنه البني آدم ما يحس إنه يستسلم، لازم يقدم، لازم يكون قوي، لازم انه يحاول يعطي حاله حقه، يعني يقدر قيمه نفسه انه لا لسه الحياه قدامها وما يستسلم لمرض السرطان. هسه معي المرض الحمد لله بعلاجي، بقدر اعمل اي شيء والحمد لله. هسه بتابع شغلي وتجوزت يعني وما عندي اي مشكله، مرتي حامل يعني هسه هي بالسابع، يعني كمان شهرين يخلصين عشان اشوف بنتي واحضنها.